ميزي اي لاف يو. تاني خلاص انت بقى وصل بقى اقوم بقى انا ليه؟ ليش ليزي هيدا؟ غيرانين والدنيا اوديشو غيرانين. ميرسي يا بيسو على عشا اللطيف. رح اسمع سهرانين على متشيكي. قد ايه بدك لتوزع الدخل؟ هالمرة ما كثير تحكي حكي فاضي مثل ما انت عندك فانز. انا كمان ما حدا قال انه على حلو. لا بتقول انه شو معجبين وكثير مبسوط فيه. لا ما حدا قال شيء. انت اللي فتحت مين فتح سيري عباس؟ حنان انت اللي فتحت سيري عباس. خليني اتكلم بليز. بس انت اللي فتحت سيري. انا كنت قاعد برضه اقول كلمه الحق صح. وبعدين معلش لو هنتكلم بقى في كلمه الحق معلش معجبينه يعني بصراحه. معجبينه ايه؟ يعني ايه؟ يعني 10 على 10 بصراحه. انت نفسك قلتي لسه اهو لسه بعضمه لسانك قايله. اه بنات قصدك على البنات؟ اوكي بس يعني انا بتكلم ده ما يزعلكيش. كل واحد حد كل شخص واثق في نفسه. انت واثق في حياتك انت شو يكونوا كتار. انا الي ليو ايديك ليمون حسي جيد مسحه فيه هيك احسن بلا ليمون ايه برتقال اورنج. انا طلعت لي باذن الله فوق. طيب طلع فوق استرع الكاميرا. ايه سوري. انا اعملي جبيت ان شاي انا وياك. اكيد لا اكيد لا. انا نايمه طالع انام باي بون مي. انا نايمه انا نايمه طالع انام. انا اصلا نايمه. انا اصلا نايمه. نايمه الى من العشره نايمه. احترم حالك رافائيل. اوكي انا جربت لشوف. هل انت هتسيبيني انا ورافائيل كده وتطلعي تنامي؟ قول لي يا عباس. مش تيجي تقعد معانا شويه؟ لا انام. بدري؟ لسه الساعة 12 وتلت. عندك أربع أغاني نزلت مرة عليهم. أنت ما خدتيش الأغنية بتاعت النومينية واحدة بس؟ يعني عم تتمسخر يعني؟ أنت خدتيش أغنية النومينية؟ لا بكرة إن شاء الله. خدت إيه بس؟ أحلف بسماء. أنت خدت إيه؟ أحلف بسماء وبطرفة. أخدت إيه؟ مروحة بلادك؟ لا فاهم. مروحة بلادك؟ لا خدي بالك خدي بالك خدي بالك. لاحظي حاجة إن الأغاني دايما اللي الناس بتاخدها. أنا راضية عن اللي أنا عملته. ممكن أتكلم؟ أنا راضية عن اللي أنا عملته الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا أهلاً بيه. أوكي بس والناس برا شايفة وكل حاجة. بس حاولي تركزي في كلمات أغنيتك وشوفي إيه المغزى منها إيه. وحشاني الدنيا في بلدي عايزة أروح أروح. ده شرف ليا أغاني على بلدي. أوكي أوكي ما أنا بقول لك بصي المغزى بس من الأغنية وممكن دي تبقى أصلاً أغنية النومينية. أوكي يعني هي دي أصلاً بس اللي تبقى ليكي لأن أنت كده كده مروحة. أوكي أوكي جلابس. يلا كله صار يحكي بالجلوبس. انتزع الاكاديمي انتزعت راحت سلطه. زيوبرني جمالك حنان مثل ما انت هالغميز الفرد. حنان عايزه تقول لرافائيل قبل ما تطلعي تنامي بصراحه بصراحه دلوقتي حالا بكرهه. اوكي حياتها عباس. ايه اي لاف يو. اوه مي تو. مش عارف انام ولا عارف احفظ الاغنيه كده. لازم هايدي تقسم ايامها كل يوم تسمع اغنيه. بدها تصرعنا هايدي هلا بدلها شي 4 الصبح تسمع اغاني. هو من ايامها دلوقتي عشان نسمع سيد القاضي. مستصعب مش ناوي على خير شوي. هيني هي. تي لا 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 ري را را. معنى بي في كوبليه بيتعاد صح؟ في الاخر خالص بيتعيد تاني صح؟ هاينا سهلة يا مش بدي بطية نص واحد اي اللي هو واحد نص لا طون كله كامل ولا لا طوطة كتير؟ لا طبعا لا نص هي لا بتصير صوت دياز منيحة على المسرح الدنيا هتختلف. انت بس احفظها الاكسن نفسها احفظها صح اللكنه نفسها احفظها. هي اللكنه شويه عم تكسر معك. ايه مفيش الا كلمتين ثلاثه واحفظ بس اللحن صح وركز على النوت وساعد بقى المسرح الدنيا هتختلف. طب لو رائع كتير